هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر صاحبة السمو الإمبراطوري الأرشيدوقة هيرتا مارغريت رئيسة جمعية تعزيز السلام النمساوية الدولية وقرينها الدوق ساندور فون هابسبورغ نائب رئيس الجمعية بمناسبة زيارتهما للبلاد لتسليم سموه جائزة شعلة السلام من الجمعية التي تتبناها أسرة هابسبورغ العائلة القيصرية العريقة للإمبراطورية النمساوية السابقة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن كل شعوب العالم محبة للسلام وإن الإرهاب دخيل عليها وهو من صنع البشر لا ارتباط له بدين أو عقيدة، فالأديان كافة حثت على التعايش بمحبة ووئام بين البشر، مشيرا سموه إلى أن شعوب هذه المنطقة مسالمة وإن مصالح دولها مشتركة مع مصالح جميع دول العالم. وقال سموه إن النزوح من الدول والهجرات القسرية منها هي نتاج للإرهاب والسياسات، وقد تسببت للأسف بالإضافة إلى ذلك في صنع التوترات والتدمير وتخريب البلدان وأثرت سلبا على مستقبل الشعوب. وأكد سموه أن حتى السياسات وإن تباينت واختلفت فإنه يجب التوفيق بينها حفاظا على مصالح الدول والشعوب. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بتسلم جائزة شعلة السلام والتي تؤكد على متابعة الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين الشعوب.